لقد اخترق مصطلح اللغة الدبلوماسية جدران السياسة وأصبحت جزءاً من حياتنا اليومية. بعضنا يوصف بأنه دبلوماسياً إشادة بقدرته على الحفاظ على الهدوء والتحكم في المواقف بكل تأني ومهارة للوصول إلى هدف محدد. لكن هل تساءلت يوماً ما الذي يعنيه هذا المصطلح حقاً؟ اللغة الدبلوماسية وهي الأداة الأساسية في عالم التخاطب بين الدول والقادة وشعوبهم. هذه اللغة تستند إلى فكرة الإبلاغ بلطف بدلاً من القول المباشر للأمور. تساعد هذه الطريقة في المحافظة على بروتوكولات الدبلوماسية وتعزيز التأثير والإقناع على الجماهير. لكن ما هي تلك السمات التي تميز اللغة الدبلوماسية؟ وهل هناك مجموعة محددة من الكلمات التي يجب استخدامها دبلوماسياً؟ أو هل تتعلق بالطريقة التي نصيغ بها الجمل؟ هل هي مقتصرة على استخدام الدبلوماسيين فقط؟ سنكشف الستار عن هذه الأسئلة وأكثر في هذا الفيديو. يتميز الشخص الدبلوماسي بدقة استخدامه للغة وإدراكه بالقوة الساحرة للأسلوب والصياغة، إذ يعي أن البشر تتأثر بشدة بأدنى كلمة أو تصرف، ويعتبر الاحترام المتبادل ضرورياً للتواصل الناجح. ومن هنا يعمل الدبلوماسي على التحلي بأعلى درجات التحفظ والدقة في كلماته ليصل لهدفه، مع تلبية حاجة الشخص المقابل له في الرغبة في التقدير والاحترام. اللغة الدبلوماسية يمكن تلخيصها بأنها الفن في تحويل الكلام المباشر والجاف والخشن إلى كلام غير مباشر، رقيق وناعم. مثلاً، عندما ترغب حكومة بلد ما في طرد سفير دولة أخرى، فإنها لن تقدم طلباً مباشراً له لمغادرة البلاد، بل سترسل بياناً رقيقاً لدولته تقول فيه إن الحكومة ستكون ممتنة إذا قرر السفير مغادرة البلاد خلال 24 ساعة. قل المعنى الذي يريده، ولكنه أيضاً يراعي الشعور العام ويحترمه في ذات الوقت. هذا هو الجوهر الحقيقي للغة الدبلوماسية. سمات اللغة الدبلوماسية. تتمتع اللغة الدبلوماسية بالعديد من السمات المميزة. من أهم هذه السمات أنها لغة حذرة تستخدم ألفاظاً وتعبيرات خاصة. لا تتأثر لهجتها بالجو المحتقن سائد في العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف. تتضمن إتقان البلاغة واللباقة والمعرفة العليا والفصاحة. لذا لن يكون من الغريب إذا قلنا إن اللغة الدبلوماسية هي فن التعبير عن أخطر المواقف بأكثر العبارات رقة ولطف. وكما أعرب الدبلوماسي البريطاني السير إرنست ساتو، الدبلوماسية هي استخدام الذكاء واللباقة في إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة. ومثال ذلك إذا قال الدبلوماسي إن حكومتي ترى حيال هذا الأمر أنها مضطرة إلى إعادة النظر بدقة في موقفها، فذلك يعني أن الصداقة بين البلدين أوشكت أن تنقلب إلى عداء. أو إذا قال إن حكومتي ستعتبر هذا العمل غير ودي، فمعنى ذلك أن حكومته تهدد. وإذا قال إن حكومتي تتطلع أن يصلني جوابكم قبل ساعة من يوم الجاري، عندئذ تعتبر رسالته كإنذار. اللغة الدبلوماسية تحتوي على رمزية خاصة بها، حيث يمكن أن يعكس القليل من الكلمات أو التعبيرات معنى عميق ومعقد. والجدير بالذكر أن القاموس الدبلوماسي لا يتضمن أي من الجمل الجارحة أو عبارات الإساءة والتلميح والاحتجاج المتهور. أخيراً، تحافظ اللغة الدبلوماسية على معايير عالمية ولا تتأثر بالنبرة أو المؤثرات المحلية اللغوية للدول. تبني الأسلوب الدبلوماسي. إذا كنت ترغب بشكل عام في تبني الأسلوب الدبلوماسي وتقديم أفكارك دون إثارة الاستفزاز للطرف الآخر، ما الخطوات التي يجب عليك اتخاذها؟ هناك 4 نصائح عليك اتباعها لتصبح صاحب أسلوب دبلوماسي، وهي: فكر قبل التحدث. عندما تشعر برغبة في قول شيء ما، خصص بضع دقائق للتفكير قبل الكلام. خلال هذا الوقت حاول النظر في تركيب كلامك وأفكارك، واستفسر من نفسك: هل يمكن تفسير كلامي بشكل سلبي؟ هل هذه هي الطريقة الأمثل للتعبير عن الأمر؟ هل هناك طريقة بديلة قد تجعل المستمع أكثر استعداداً لقبول ما أقول؟
كن حذراً في اختيار الكلمات التي تعبر بها، لأن الكلمات المختارة بشكل غير مناسب قد تجرح الآخرين. حتى وإن كانت نواياك حسنة، يمكنك تقديم الفكرة نفسها بطريقة متسامحة ومقبولة، أو بطريقة مستفزة مهينة أو متعجرفة. تحدث بطريقة غير مباشرة. تذكر دائماً أن الشخص الذي تتحدث إليه قد يكون حساساً للغاية بالنسبة لحاجته للتقدير والاحترام، وفي حال شعر بأنك لا تحترمه قد يسيء فهم كلامك، فاللغة غير مباشرة ستحميك من أن يتم تفسير كلامك بطريقة سلبية. البدء بتعليق إيجابي قبل الانتقاد. أحياناً قد تضطر إلى قول شيء سلبي. في مثل هذه الحالات حاول موازنة الرسالة، لا تجعلها سلبية تماماً، بل أضف إليها جانباً إيجابياً يعادل الجانب السلبي أو أكبر قليلاً. هذا سيساعد المتلقي على قبول كلامك. تذكر أن الدبلوماسية تتطلب ممارسة وصبراً. كلما استخدمت هذه النصائح ستصبح أكثر ارتياحاً في التعامل مع مواقف صعبة ومعقدة. لمعرفة المزيد عن اللغة الدبلوماسية، يمكنكم الالتحاق بالدورات التدريبية التي تعقدها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. لمعرفة المزيد، زوروا موقعنا وتعرفوا على مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.